وأهلي أهل المختارة. ضباط المنطقة مسؤولين عن الأمن. أعذرني إذا لم أستطع أن أرافقكم إلى بيت الدين للاستماع إلى الصوت الرخيم لزوجتكم الكريمة كارلا بروني، لكننا في جو حداد في لبنان في الطائفة الدرزية، وفي جو قلق حول مصير أكثر من 40 امرأة وولد خطفتهم مجموعة داعش. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا في المختارة. بيانفوني المختارة مسير فجدان. Je suis ici au Liban. Le Liban n'est pas un pays comme les autres. Le Liban est un symbole de culture, un symbole de tolérance. Un symbole de diversité. Venez doucement prendre l'eau. Je sens mes os usés.